دار الخير والمحبة بمدينة مكناس غنتعرفوا جميع على أم خديجة الحبيبة أمي، على حياتها مع زوجها ووليداتها اللي كانت كلها سعادة وطمئنان. للأسف السعادة صبحات هموم وطمئنان رعب غير أيامها وشدت مكانها. اليوم قررت تبان بوجه مكشوف باين أملها في الله كبير باش يتعرفوا عليها أحبابها وتشوفوا وليداتها في حياتها قبل مماتها اللي ما شافتهمش هذه مدة طويلة. كنا عايشين حياة مزيانة بزاف، سعيدة بزاف. كنت نقري حلاقة، هو كان شاف بيرسونيل في فوسفات، وتلاقينا على طريق عائلتي تما، كان كيجي عندهم وداك الشيء. هذيك ملات الخطبه تزوجنا، فاش تزوجنا ما كان حتى شي مشكل. على سلامتك بنيتي، غطي ليا عنقك بنيتي، عطي عنقك من البرد. شوفي شوفي الحاله دايره في راسك، عطي على سلامتك بنيتي. على سلامتك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفي حد البرد والولاد مسيك البرد وما يجي منه. هاكا بنيتي هاكي هاك. راني فرحان شويه هكا، راني يوم جربت الكبده وعرفت بحقها وعرفت حق لامتك بنيتي. الحمد لله الحمد لله. وحتى عبد الكريم والله الا مهلي فيا الناس وما مخليني خاصني حتى شي حاجه وعلى قد يديا. ايوا مزيانه بنيتي مزيان، وراه خصك ديري لنا الاسبوع. نجي عبد الكريم غادي نهضر معاه، وديك الساعه نهار السبت ان شاء الله غندير لك واحد مولاي اسبوع كبير، وديك الساعه عرضي كاع صحاباتك ان شاء الله. راه كلشي دابا عارفين بنتي ولدات وكلشي كيتسناو باغيين يجيو باركوا ليا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يكمل. تبارك الله تبارك الله، شحال غزاله. تلاقينا انا كنت استاذه في ليكول بيجي، كنت ندير الحلاقه الكوافور، وكنت استاذه تما، هو كان خدام في لو سي بي. جوج شبي على سنه الله برسول. وعبد الكريم هو من الصباح وانا نهضر معك على الاسبوع ديال بنتك وانت منخني. سمعتك يا خديجه، غير اللي بغيت نقول لي دخلت عليك بالله دابا، علاش علينا بهاد الشوهة وهاد الصداع وهاد المشاكل وهاد الأسبوع؟ البنت محتاجة الفلوس وتابعاها القراية، وخلينا نوفر البنت باش تقرا. ولي بسم الله عليك، أنت هاز ليها الهم من دابا. هادي راها بنتك الأولى وخصك تفرح بيها ياك حبيبة. حتى حنا نجيبو اللعابات ونشطو. راني خايف من العين، عين الناس راه خايبة. إوا راه أنت اللي وليتي كتخلعني، خصك غير تبعدنا على عباد الله وصافي. ومن بعدك على حد؟ راني خايف عليك وعلى بنتي. وشوف يا امك الا بغات دير شي حاجه وديرها في دارها وصافي بلا ما تبقى تغوت. يلا اللي بغيتيها ديرها. يلا مرا زعما بغيت نفرحوا ببنتنا بحال كاع الناس ياك، وحتى حنا نديروا اللعابات وندردكو ونشطحوا. باش تزوجنا ما كان حتى شي مشكل، انا ما فراسيش باللي راه مطلق المراه وعنده بنيه. باش تفاجات المهم واخا هكاك استمريت معاه، وقعوا شي مشاكل باه تلق مو، باش تلق مو جات تسكن عنده. وانا ما استحملش داك الوضع، شي داخل شي خارج، الدنيا عمرات عليا. اسيدي امك طلق مشكلتها هذه، اما تجلس عندي هنا في الدار. لا سيدي لا،
راه ما يمكنش نسمح في امي، راه ما يمكنش نسمح فيها. ايوا انا سيدي ما قلت لك والو، راه ما كاينش اللي فاقس ليا مرارتي، هو الدار عندي ولا فيها الدخل اكثر من الخارج، بزاف عليا هادشي بزاف. انا عييت سيدي عييت. وراه خوتي هادو، راه خوتي هادو، وهذيك عائله امي جاي تطلع على امي وتواسيها كما كيجوا عندك حتى انت عائلتك كيطلعوا عليك ويشوفوك، وانا ما كنقولش لا، وخليني نعس راني فايق بكري. ايوا نعس انت بعد رجاك النعاس، ما انا ما عرفتني غادي يجيني. واش المراه قهراني في صحتي تمعاني عليا في الصباح وفي العشيه؟ لا الطياب ديالي كيعجبها، لا الفراش كيعجبها، لا ما عندها جلسه تعيب. انا منين نعس انا تنعس تفيق هي، منين نفيق انا تنعس هي. وسيدي بزاف عليا والله، تتقهرت عباد الله تتقهرت. منين طلعت لي هاد المراه منين؟ ناريه 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 عباد الله يا عباد الله. وديما دير السباب البنيه حتى ل 12 الليل وتجيبها له تبا الدار وتقول له ها البنت مريضه كيخرج في ذاك الوقت. شكون هذيك اللي فاب الدار؟ وشكون هي البنت اللي معاها؟ هي هذيك لالا. ويلي على هي هذيك، ويلي على هي هذيك. واش المراه ولات حتى لباب الدار؟ راه ماشي الخطره، البنت مرضت ليها والوحدات الليل هذه، وجبتها ليا باش نشوفها ومن طرجليت خاصني نوقف معاها ونمشي معاها للسبيطار. هذه هي طرجليت. ويلي على طرجليت، طرجليت ما جاتك غاده دابا، ما على طرجليت ما جاتك ملي خبيت عليها راك مزوج جوال هذو وي؟ هلعه هالعار إلا ما خليني نعس. وهالعار أنت إلا ما قول ليها ما تبقاش تدق عندها في صاد الليل وتشوهنا مع الجيران، هادشي اللي بقى يا سيدي يا ربي يا عباد الله على فضيحتي قدام الناس ديال الدرب. فين كان مخبي لي يا سيدي ربي هادشي؟ فين كان مخبي لي يا عباد الله؟ قبل ما نطلقوا كنا عايشين مزيان، ما عندنا حتى شي مشكل، حتى جات مو عاد وقعوا المشاكل. مرحبا وألف مرحبا بلالة بهيجة. رحب بك جنة خالتي، أنا راه كاع ما كنت جاية، غير بغيت نجيب البنت باش تشوف جداتها وصافي. مرحبا، تشوف جداها وتشوف خوتها وتشوف باها دارهم هادي. ايوا ما قلت عيب، انا ما تنبغيش ولاد ولدي يكونوا كل واحد عايش في قنت، انا يعجبوني يكونوا مجموعين وفي دار وحده. مراته كتجي حتى هي كتخلق المشاكل، وبنته كل ساعه كتجي. واش مازال عقل على ايامتنا وعلى تاويلنا وعلى سوانينا؟ ياه بنيتي ربي يا خالتي، لما قولي ليا الزنا المخيره ديال الكيسان في السويقه شحال ساويه؟ ايوا من 260 ريال ل 2400 ريال. ايوا ما تساليني حلوف، المره الجايه والله لا خليتك تشربي في هذا الكيسان المفاردين. ايوا سمعني، على المحزمات بسبعات الحزامات، وهاد السواني وهاد البرارد اللي عندك كاملين جمعيهم ليا نضرب عليهم بواحد الحكافه على تار كيوليو ضوا، وهكا يرجعوا لهم شحال هادي. ايوا ها المشمرات بانوا لي الضبو. وي ويلي الخزه خالتي قرب يطلع عليهم. واش غادا نقول لك انا لا بهيجه، غير كان ولدي مسكين من اللي رمى السناره فعاودي جبد الحوت جبد قشورو. راجل امي خديجه الحبيبه امي كان مخبي عليها زواجو الاول اللي عنده منه بنت، بقى فيها الحال ولكن صبرات. وحنيني عندي معها العشرة ديال 14 سنة ملي كانت في المؤسسة الخيرية اللي في صفيطة. أنا القصة اللي سمعت اليوم تفاجأت بها بزاف، لأنها كانت منطوية على راسها بزاف، ماشي من الناس اللي كيحضروا في الخيرية الحفلات ولا كتنسجم مع الناس، منسجمة مع النازلات اللي معها، دايراهم بحال وليداتها بحال الأم ديالهم، مراعياهم من جميع الجوانب، وهي اللي كتعرف كل وحده اشنو باغا اشنو خاصها، مالها مقلقه مالها معصبه، هذه هي با حنيني. جيت انا صافي زيت راسي وجيت بحال ما بغيتش نعيش انا هذيك العيشه. امي خديجه الحبيبه امي عشت مهنيه مع رجلها وبنتها البكره، للاسف من النهار اللي بدات فيه حماتها كتدخل في حياتهم، والمشكل كيف ما كان اللي كيكبر شويه بشويه كيتفرقع ويفرق ويشتت الشمي. انا جيت لوري وتعداو عليا وفي قلب داري يعايروني ويضحكوا عليا. انا ما فراسيش باللي راه مطلق المراه وعنده بنيه، فاش تفاجات المهم واخا هكاك استمريت معاه. لا لا شوف عبد الكريم، اليوم غادي تصفي معايا الهضره وتقول لي واش داكشي اللي كيقولوا العائلات لامي واش كاين ولا ما كاينش، واش بصح ولا كذوب. شوف انا راه مزوجاك انت وكنت تخفيك انت، ما كانش يسول عباد الله، اليوم تصفي معايا الهضره. بارك وصافي بركه بركه، واش انت ما كتعياش؟ دو 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 دو. اي هلال مزوج ومطلق وعندي بنت.
ياك عبد الكريم؟ ايه كما كنسمعي مطلق وعندي ابن وهذا الشيء اللي عطى الله. وساكت على خبزتك ياك الغدار، وعلاش سيدي ما تقولش هذا الشيء نهار الاول؟ ما بقاش كيبان لي فيه بانه باقي باغيني. ما عندي مشاكل ولا ما عرف شنو قصته كيفاش ليه. ايوا دابا عاد فهمت علاش الراجل ما باغي يدير عرس بحال عباد الله، ما باغي يدير السبوع، ايوا الحوري هو الاخر ما خليتيناش نعرضوا الناس بحال الناس، علاش؟ حيت خايف من الفضيحه ياك. اش هاد التخربيق؟ لا انا ما خايف من حد. كيما نورا بنتي فيها حتى هي بنتي. والتخربيق هو اللي درتيه انت، كره هادشي قلتي لي النهار الاول، بالحق نستاهل انا اللي دايره بحال الضبعه وملوحه ومزوجه بك حيت بغيتك وتخت فيك وما سولت عليك ما سقتيقت عباد الله، غاشي تربي راسي. وراه كنت مجوز، واش فيها شي عيب؟ لا ما فيهاش، كنتي تقولها بحال كاع عباد الله، ماشي سمعها من عباد الله وصدقائي بقاو يتغمزوا عليا وتحكوا عليا. وهذا حتى دابا هانتي عرفتي بنت الناس، هادشي اللي عطى الله، راه كانت مجوز. خديجة بحنيني هي واحد الشخصية اللي من بين الشخصيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللي في وضعية صعبة أنهم هنا توجدوا في هذا المركز، اللي صراحة تنقولوا هذا المركز هو جا فرصة سانحة لمجموعة ديال الأشخاص اللي تعيشوا حالة ديال التشرد، حالة التخلي، حالة الضياع. وبالتالي الشكر موصول للجمعية اللي سهرت على تنفيذ المشروع بداية. وبحنيني هي شخصية اللي أنا فاش التحقت عرفتها هي شخصية كتومة ولكن خدومة ديناميكية مجدة في العمل ديالها وتتبغي العمل ديالها بواحد الشكل كبير بزاف داخل المركز. وملاحظ أنها تتهتم بواحد الفئة اللي تتنظفها وتتشغل عليها وتتسهر عليها وتتبقى بحنيني هي فرد بالأفراد داخل المركز اللي صراحة العمل ديالنا معاهم هو عمل شيق. ومراته كتجي حتى هي كتخلق المشاكل كتقول له تردني بحال هكا. والله ما بقيت حاملة هاد الجلابة. بهيجة هذيك شهرة اللي ديتي الخياطة واش كملاتها؟ دارت لي هاد الدبانة فوق الدولار. نبغيك تاخذي لي ليها واحد الفولار يكون خفيف، باغية نلبسهم في الصيف. بهيجة علاش ما جبتيش معاك الدرية؟ خليتها في الدار. ما عجبانيش، شك حاضرة عينك عليا. خالتي كتضحكي عليا ولا شنو؟ قالت تقول لي حقا صبري الراجل غادي يرجع ليك، نعسي على جنب الراحه. ايوا يا لاله هي دابا حامله، اش من رجوع بقى ليا انا. ويلا كانت حامله وصبري وجبركي معايا في الدار، الحميه راه تغلب السبع. ايه الصبر هانا صابراه وركاني حكيتهم، حقا بغيت هاد الجلابه نجيبها ونحضرها، تشهيت هاد الشهي ونطيبها ونجيبها ليك، ولكن اخالتي في الاخر غدرتيني، شتي انا هاد الدار والله لعاود حطيت رجلي فيها. عزيزي صبري حلفه بحلفي والله الا جلست فيها راه ما يدوم غير الصحيح، اما القش يديه الريح. بنادم قبل ما يهضر كنحس بيه واش باغيني ولا ما باغينيش، بحال بغى نجري عليا انا وصافي. انا فهمت راسي وجيت بحال. وبلا ما يشاورها رجع مراته ودخلها عليها للدار. ايوا هنا ما بقى ليها صبر، والنبشة الصغيرة صبحات جرحة كبيرة مالي هدوء. المو ونقيرها ما حلتي لها ديك المرة الثانية اللي ما سخاتش براجلها، قالت لك عاد بغات تكسر وعاد بغات تحكم وعاد بغات تدير، مسيان تبارك الله مالي انا وليت شيطة. انا عندي دار با نجلس فيها. فين غادة؟ غادية لدار با. راه ما عندك فين تمشي. ياك اسيدي عندك امك جالسة معاك وعندك بناتك حداك، اش بغيتي اخر؟ اما انا ما بقاش عندي بلاصة في هاد الدار، انا غير زايدة. راه غاتندمي على هادشي اللي كديري يا هاد المراه، راه غاتندمي على هادشي اللي كديري. دخلت عليك بالله الا ما نعلي الشيطان وخلينا مجموعين. اسيدي انت اللي نعلي الشيطان وخلينا عليك في التيقار، خليني نمشي يا عباد الله فين الكراحتي؟ واش عباد الله انت يا عندك امك جالسه حداك، عندك مرات جالسه كطيب ليك، واش بغيتي ندير لك انا في الدار هنا شنو؟ نولي تراسه عليهم؟ جالسين يمسحوا فيا رجليهم صباح وعشيه؟ لا حول ولا قوه. الضحكه انايا اللي جالسين يضحكوا عليا ليل ونهار. واللي بان لك يا هاد المراه اللي بان لك لا حول ولا قوه الا بالله معاك. لا حول ولا قوة ديالك انت يا سيدي، انت اللي خصك تكون راجل وتهضر معاهم. المهم الوالدة تبدلات ملي دارت العرايصات بحال كيحرشوها، بحال ما حاملينيش، بحال قالت لك انا الدار دابا عمرات عليا والري ما بقاش ري، راه قاري خوك. حنا كون كانت عندنا دارنا مرحبا بك، ولكن ولينا كلنا تحت خوك، يعني لما بغاكش هو راه ما نبغيش حتى انا. واش انا انت بوحدك باقي معايا جوج خواتاتك وانا فين غنمشيو نعيشو؟
اللهم انت صبري وحنايا حنايا متصرخين معاه المكتب وصافي. هو مزيان وتاكل وتشرب وتكتا وكلشي، ولكن ما بغاكش ما عندي ما ندير. تبقاي جالسه هنايا فيك ما تخرجي للزنقه، ما ديري بها انت. شوفي هذا الكتاب اللي عجبك تلهاي معاه صافي، انا شي نهضر شويه مع الوليده. الله يا امي كتبقى فيا امي هاد البنت، دوزت معايا العذاب الكحل. ايوا الصبر بنتي، ما عندك ما دير الصبر. الصبر واش من صبر امي؟ هذا راه الدبر هذا ماشي الصبر. واش علاش غنصبر؟ واش نصبر؟ واش مراته ضحكت على وسط القاع الدار، بنتو وقت ما تتحداها تبقى تحنزز فيها وتخنزر، تقول انا اللي هاجم عليهم ماشي هما اللي هاجمين عليا. ايوا ما عندك ما ديرها بنتي، جمعي وليداتك ورجعي لدارك، هذا هو الحل. اش كتقولي يا امي؟ واش دابا انت كتصيفطيني العافيه برجليا ياك؟ وانا اللي عوالي عليك، قلت زعما غادي نمشي عند امي تهزني وعند خويا يهزني، الا ما هزتوني انتوما شكون اللي غيهزني؟ ايوا اسمعي يا بنيتي، هاد الدار راه ديال خوك، وانا ساكنه عند خوك وخواتاتك معايا، وعاد غادي نزيدو انتيا راه ما عندنا ما نديرو بك، جمعي وليداتك وسيري لدارك. اولي يا امي الا ما هزتوني انتوما شكون اللي غيهزني؟ الوليد اللي خوات بيه بنتها بعد الصعوبات اللي واجهتها من طرف امها اللي كتعيش مع ولدها في دارو وما قبلتهمش يعيشوا معها، امي خديجه الحبيبه امي خافت على وليدها وفضلات يعيش ويكبر في دار باه. خديجه بوحنيني هي امرأة يمكن من خلال التصريح اللي سمعته اليوم أنها امرأة واضحة وغامضة، واضحة من حيث الحب ديالها لهذا الدار والحب ديالها الأخوات المستفيدات اللي تتخدمهم بواحد الأريحية وبواحد النكراندات، وكأن ولو أنهم كانوا ربما كانت تتخلص على هذا العمل ما تقومش بذاك العمل اللي تتقوم به، تتقوم به تدير لهم الرعايه ديال النظافه، الرعايه ديال المراقبه والقرب منهم، وتتحاول وحاسه بهم، اللي فيها الجوع فيها الجوع، اللي فيها النعاس فيها النعاس، اللي جاتها الحاله بمعنى ان بوحنيني هي واحد المراه اللي ربما نقول بانها خبيره نفسانيه ديال الاخوات ديالها. وحتى هي ما بغاتنيش، حتى هي ما بغاتنيش، ما بحال كانوا متفقين عليا ولا ما نعرف، غير كان هي كانت تبع الدار تيقول لي ما تدخليش ما عندك فين تدخلي، صافي كنرجع بحالي. خاصنا نباتو ونصبحو في هاد الدار، خاصنا نخويوها. ولكن امي كي غندير؟ امي واش انا خدام ديال راسي؟ راني موظف امي الله يهديك. اعمل انتقال، تحول، رحل، ما خصش ولادك يعيشوا قدامها، خصهم يغبروا من قدامها، ما خصهمش يعرفوا بلي هاد المدينه كاينه على الخريطه. ولاني امي، ولاني الا سمعتي كلام امك غادي تعيش هاني. هو كان باغيني وبزاف الحوايج، ولكن من بعد بحال هذاك بنادم ما كانش، ما تبدل عليا بزاف. تبدل. هادي رجعت، فين كانت؟ ها سكتي يا امي، ها سكتي يا امي، راه انا اللي رديتها، توحش بنتي. واقول دليتي، انت اش كان خاصك تمشي ترجعتيها؟ يعني. وامي، وامي قول هادي بلا مشطره، جي راه مراتي امي، راه مراتي ام بنتي الله يهدي. واش كان خاصها ملي كانت في الدار؟ ها؟ ولا على الوقت اللي رشقت ليها سيدي، تضربها بخارجة؟ والوقت اللي ترشق ليها عاد تمشي راجعه، ما عليها احكام. والله امي انت لازتي في، والله امي انت لازتي في، وامي راه مراتي هذيك على الشيطان. خليتي لها بهيجه كانت وريضه في الدار، وجيب لي وحده لازل مجي بكري، جي الى لش فيها فرحان. قالوها الاولين
حزوا العمال عكاز. هذا الله، هذا الله معك امي بدي، والله الا هذا الله. بغيت لك عدل نتحملها، ولكن انا نتحملها الا كانت غادي تجلس، ولكن بواحد الهدوء. وينو على الفنون؟ وينو على الفنون؟ قول ماما، ماما انا وحدي على قول ماما. اش كديري انت هنايا وهذاك الموت اش كدير في يديك؟ ايوا سمعتو كيبكي، جيت نسكتو مساكين. ولا سكتك الفع ان شاء الله، راه داك الولد لهنايا اري هاري راه يموت على ولادي. راه داك الولد ايوا غير انت والمشه اللي ولدتو. اي انا والمشه، والمشه الا كانت كتخرج تفرها على ولادها انا ان شاء الله غادي نخرج نيابي اللي غادي يغزوك ان شاء الله. هاري داك الولد لهناري، هاري ولدي، هاري ولدي. ايه اللي خلعتيني؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. عرفتي غديري وتدرقي عليا زلابتك؟ نوضي راه عندك الصالون كله انت وخالتي على ما تضربوا فيه المعاني وعلى ما تقصروا فيه حتى للصباح. ايوا يا لاله الدار اللي كدوي عليها ديال خالتي حبيبتي، والراجل راه باين بنتي. يا لاله كان راجلك وبات بنتك ايه، ولكن سمح فيك وتزوجني انا، ما بقاش عنده الغرض بك. يلا والله جمعي جمعي وسيري بحالك، ولا عندك شي دار سيري جلسي فيها. كتخلعيني يا اختي وحق الله ني تمشي للصالون نجلس مع عقوسي حبيبتي. يا اختي كتقول شي معاني كيقتلوا بالضحك، واليوم عاد عرفت دوك المعاني من اللايقين. ماشي بتحراش وتجيب مراتو ضد فيا وتدخلها عليا بزاف الحوايج. ولي ولي يا خالتي، ماشي ديك المجنونه شنو دارت فيا؟ ماشي انا غير دايزه وسمعت الدر الصغير تيبكي، بغيت ندخل نسكته ويطلع عليا. شوفي عمك كي دارت لي، شوفي على حالها. ويلها 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 ويلها، ولا انت ما عندكش اللي دير باش تدافعي على راسك؟ ويلي يا خالتي، واش انت عارفه انا ديال دوك الفعايل؟ انا الشوفه هي الاخرى ما نقدر نكملها في الواحد. كنعرفك بنيتي بنت القاع والباع وشمعه من دراع. لا لا مولاتي والدرع عواتي، وبهاد الدرعان بقات هاد الدار الشوفه فيها زينه وبقات مبهجه. فينك اوليدي؟ عمات لك العينين بالحق، المعيور في الوجه صابون وفي الظهر طاعون، وانا هي الطاعون اللي غادي يخرج فيها ويخرجها من هذا الدار ان شاء الله. اه خالتي تفارس امين. الله يسمم ليها العظام. بنتي كتسطع عليا، كتحماق عليا، راه نهار اللي حيدها لي راه مرضات نفسانيا، عايشه غير بالسيرويات والدوايات. حتى شافتني عاد ارتاحت. خاصنا نباتو ونصبحو في هاد الدار، خاصنا نخويوها. ولاني امي كي غندير؟ امي واش انا خدام ديال راسي؟ راني موظف امي الله يهديك. واعمل انتقال، تحول، رحل، ما خصش ولادك يعيشوا قدامها، خصهم يغبروا من قدامها، ما خصهمش يعرفوا بلي هاد المدينه كاينه على الخريطه. ولاني امي، ولاني الا سمعتي كلام امك غادي تعيش هاني. بنتها البكرة اللي كانت قريبة من جدها وموالفها، وسط هاد الخصام اللي تبعوا الفراق، عاشت مع باها. أما الولد مسكين ما نعرفو كاع حتى فوجها كي داير، ملي زاد من كرشي رضعتو 12 يوم صافي حيدولي. وين تجيبو ولادي؟ وين تجيبو ولادي؟ خليوني نشوف ولدي وبنتي، خليوني نشوف ولدي وبنتي، خليوني نشوف ولدي وبنتي. هلا هلا خالتي، هلا هلا عري لما قولي فين مخبيه ولدي وبنتي، هلا قولي فين دايره ومعطاك. هلا هلا خالتي، نبوس لك يديك ونشليك. هلا هلا خالتي لما، غير قولي لي فين مخبيهم، بغيت نشوف ولادي. هاي الله عبد الكريم، عبد الكريم شوف فيهم، يرغى على وجه العشره. قول لي فين مخبين لي ولادي؟ وفين غبرتي لي ولادي؟ عباد الله بغيت نشوف ولادي، واعطيني بنتي، اعطيني بنتي، اعطيني بنتي، اعطيني بنتي. ما عندي ولا انت خرجتي، وبنتي وولدي خاصهم يبقاو في دارهم، وخاصهم يبقاو في دار ابوهم. لا عبد الكريم، انا بغيت بنتي، بنتي تمشي معايا، عطاش بنتي مولفاني. الاولاد ولادك وراهم ولادنا حتى حنا ولاد باهم، فين بغيتي تديهم تكرفسي عليهم؟ قولي لي يا لالا، فين باغا تديهم؟ لدار خوك؟ فين جالسات خواتاتك امك؟ صافي البنيه داها، صافي انت عايش مزيان وعندك الامكانيات هي لك، ولكن بشرط تجيبها لي نبقى نشوفها. صله الرحم، صافي ديك صله الرحم مره وحده اللي دارها ما عادش.
حرام عليك خالتي حرام عليك، مالكي قاصحه معايا مالكي؟ حتى انت مجربه الكبده ومجربه الولاد، واعطيوني ولادي يا عباد الله، بغيت نشوفهم نشم ريحتهم، بغيت ولادي يا خالتي. والله ولاد باهم وباهم رجع مراته، ومراته هي اللي غادا تكبرهم. ايوا ماشي بحالك، غي واحد وزوز تنقزي غضبانه. ياك عبد الكريم ياك، كيفاش غادي تربيهم مرتباهم؟ واش انا ولدي باقي ما كملش حتى الشهر؟ راه ولدي محتاج ليا وانا محتاجه ليه؟ وبغيت بنتي وولدي يا عباد الله، بغيت بنتي وولدي. وبغيت ولادي، وبغيت ولادي يا عباد الله، كبتي كتشوى. الايام كدوز، امي خديجه الحبيبه امي وحشها لولادها غاديو كيكبر، ما عرفات انا طريق تشد كيفاش تدير باش تشوفها. قلتي لها ما تستحملي سيري ارتاحي في داركم واجي. فاش ارتاحيت في الدار وداك الشيء جيت لقيت مراته ردها للدار. داك الشيء اللي قالت لنا امك هو اللي خاصنا نديروه. ياك، وكيف غادي ندير انا في خدمتي؟ راني موظف زعما. سهلة، غنشوفوا شهادة طبية كنقولوا باللي راه فيك الحساسية وخاصك تبدل المدينة. وإلا سولات هاد المرأة على ولادها؟ هيك حنا غنبدلوا المدينة، كي غدير تعرفنا. وإلا مشات دعاتني؟ عقود ازدياد والحالة المدنية غنديوهم معانا، والدراري مازالين صغار، إذا ما عندها حتى شي ورقة. وها أنت قلتي هاد الدراري مازالين صغار، وغدا إلا كبروا هاد الدراري، وسولوني وقال لي فينا هي منا، أش غنقول لهم أنا؟ على أنت مازال ناوي تفكرها؟ ياك قلتي غلطتي. ايوا الله يرحمها. الله يرحمها. يلا كنزورو، ما عمرو كنت ترجعي ولا تجلسي مع وليدات كل نجمعكم ولا هذه عمرها ما عمرو قالها. صافي ماشي ما عرفش الدار، ما بقيتش نلقاه. ولادها ضاعوا منها، باهم بدل المكان، تحول من المدينة، ما بقى. جيت للخير يا حيد، ما عنديش اللوجمون فين نكون. دار با ديال خويا ماشي ديال با، ما ديال با باعوها، ما عنديش من عند تخرجي تكري، ما عندكش اي امكانيات باش تكري يعني شي خدمه رسميه، ما كايناش. تنقول اللهم نسكن. امي خديجه الحبيبه امي، يحسن عوانك، شحال جهدك ما تبكي، اش من جبال قادين يهزوا صبرك. بنتك ولدك ماشي سهل عليك، تحرمتي منهم في حياتك، قلبتي سولتي وعودتي، وهذه مدة طويلة. ومقوية صبرك ولا عيتي، الله يكون معك. أنا مرت نفسانيا، تعقدت حياتي وتصدمت، ولكن الحمد لله واخا هكاك ما عنديش شي دوايا انا خطير ولا شي كينات بزاف، عندي واحد الربيع غير باش النعاس ديالي ما يتقن، الا نعس بلا دواء كيتقطع لي النعاس، كل ساعه نفيق كل ساعه نفيق، كيعطيوني داك الربيع باش نعس نيشا. كنعس حتى 12 الليل 12 ونص كنعس، هي هذيك حتى الصباح. بالنسبه لخديجه البحريني حالتها هاد الساعه مستقره مزيانه، كتاخذ الدواء ديالها في الوقت وهي اللي اكتيف وكتحرك بزاف، هي اللي كتعاون السيدات اللي متلفين بالمناج. بصح حتى حاجه ما تعوض الوليدات ولا الولاد ولا الوالدين، بنادم كيعمر بعدا كيعمر على حياته، يحس براسو بعدا بلي راه ماشي بوحدو، لان شحال من وحده هنايا بحالي بحالها، حتى هي كيجيها حد، حتى هي مأزمه، حتى هي كيقولوا لخا واحد الدنيا. وعلاش عيالاتهم بقاو كيجيو؟ قالت لك الدنيا ما دايماش والموت كاينه كاينه، اللهم نديرو نهدو الطريق لسيدي ربي باش حتى حنا نهار اللي نموت يسولو فينا وليداتنا وحبابنا. وحده واخا كاع راجلها صعيب ضربات فيه وجات لعندي، قالت له انا غادي نمشي واللي بغى يوقع يوقع، خير غتطلقني طلقني اخويا، انا نوسي ما غاديش ندوزها. ما عمرها ما شافتني، والخرى حتى هي عمرها ما شافتني، هذيك مسكينه هي كتتصل قالت لي عاد غادي ان شاء الله نجي، بغا ولا ما بغاوش انا غادي نجي نشوفك.
هما الوليدات فاش سمعوا عندهم عمتهم واش دايرين لهم والو نهضوا نشوفوها نشوفوها السيمانه مساكن جاوب ثلاثه بيهم. خديجه بحيني كنعرفها ملي دخلت للخيريه السفاطه دائما ما كنعرفوا عليها والو غير كتضحك دائما حتى تخدم عمرنا ما كنعرفوا عليها شي حاجه. وهاد الايام هادي عيطات ليا قالت لي نعيمه اختي بانك كنعرفك بانك كتعرفي مرت خويا. قلت لها ايه انا اللي كنت قلت لك عليها ملي كنتي في الصفيطه. قالت لي عافاك بغيت غير التليفون ديالها. مشيت كنقلب لقيت ديك مرت خويا ما بقاتش ساكنه فين كنعرفها. بقيت كنسقسي الناس كنسقسي حتى عطاوني التليفون ديالها وعيطت لها قلت لها جي راه انت الوحيده اللي كتسقسي فيك با حنيني. قالت لي بغيت مرت خويا هي الوحيده اللي بغيت نهضر معاها. وجبتهم وجاو وجات اخوها ومن بعد بداو كيجيو عيالات خوتها كيجيو يشوفوها بداو النوبه كيجي واحد. هاد الايام عاوتاني جاو عندها وليدات خوها وجات مره عيالات خوتها بجوج. انا مسامحاهم دنيا واخيرا مسامحاهم كاملين وكنسلم على العائله وعلى الحباب وعلى كاع اللي سول فيا حيت راني عندي بصمه في كل مكان فين ما مشيت نخلي بصمه وكنخلي الناس يتفكروا بان خديجه كانت في هذه البلاصه وعاش معنا واحد الوقت ومشات بحالها الحمد لله. ماشي ساهل عليك امي خديجه الحبيبه امي. املها في هذه الحلقه يتعرفوا عليها الناس اللي عاشروها وعارفين قصتها. من حقها تشوف وتلاقى وتعنق وليداتها وتحيي معاهم سنه الرحيم. وهي في الحياة من واجب عائلة باهم وهذا تقليد على كتافهم يديروا اللازم أمام الله ويمنحوها حقها المشروع حقها المشروع في الحياة قبل الممات. أول حاجة كنديرو كندورو في السنتر كيف شكون اللي مريض شكون اللي خصو شي حاجه شكون اللي صبح عيان واش كاين شي حاجه ماشي هذيك عاد كندخلوا الاداره ديالنا عاد كنقول كنسجلوا كنشوفوا الغذاء ديالهم واش الفطور الغذاء كلشي واش هو هذاك كنمشيو الملابس ديالهم كنشوفوا النظافه ديالهم عاد صافي كنبقاو نخدموا كنخدموا عاد كنخدموا بحال اللي راهنا في الدار. وخصك هاد الناس هادو تتعامل معاهم بحال شي اطفال تتعامل معاه تحسوا بالامان باش يمكن له يتكلم ويعطيك راسو. يا جا وليداتي بعدا غادي تبرد مني واحد الحرقه في قلبي ومن بعد غنشوفوا كيفاش نحل المشكل. إذا كانوا قراب ليا غادي نخرج نعيش معاهم ما نقعدش بوحدي. وخا كاع يكونوا عايشين مع باهم راني نجلس مع ولادي ما فيهاش. سهيلة بنتي توحشتك بزاف. ولدي سيدي محمد توا توحشو بزاف. ملي خليته 12 يوم حيدي لي با. وسهيلة بنت الرعسية حيدة لي تا هي وما بغاش يجيبهم لي كاع نشوفهم ودابا إلا توحشينا وليدات يجي تشوفوني ما حد حيا. الله يرضي عليكم. أمي خديجة الحبيبة أمي اليوم من داخل دار المسلمين في مكناس تقاسمات معاكم قصتها وسط هاد الناس اللي كتعاونهم وفرحانة تساعدهم وتواسيهم وحتى هما كيواسيوها. أملها الكبير ودعوتنا كلنا معها يتحقق لها رجاها وتلاقى بوليداتها وتبرد حرقتها. رسالة الله يرطب القلوب والله يفاجيها على الجميع. ولا عندكم شي مشكلة الله يحلها لكم. إلا عندكم شي أزمة الله يحبكها لكم. ودابا أنا كنترجاكم المرة الأخيرة أجيو شوفوني حتى أنا بغيت نشوفكم. وهذا اللي كان
المصريين كيقول لك حنا عندنا الاهرام، حنا عندنا جبل من الجبال الشامخه وهو عبقادر المطاع. واليوم اذا قلنا بالحنين غنقولوا بالحنين يا عبقادر المطاع، لان هذا الرجل هذا اللي الحمد لله يعني اسمه يا ليدين شحال حنان ربي ذكرهم في القرآن، ربي ذكرهم ربي ذكرهم في القرآن. أمان 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 أمان